من سنوات عديدة قامت وزارة الصحة بإنشاء مستشفيات في الكويت. من هذه المستشفيات وأهمها مستشفى العدان اللي يعتبر مستشفيات القديمة جدا، وطبعا احنا نقول قديمة جدا لأنه يحتاج إلى تجديد، وهناك مستشفى جديد لكن لم يرى النور حتى الآن، ونتمنى إن شاء الله خلال الأشهر القادمة يكون مستشفى العدان متجدد. محاور كثيرة تدور حول هذا المستشفى، لكن قبل لا نبدي بحوارنا مع ضيفنا اليوم مدير مستشفى العدان الدكتور بدر العتيبي، لما نشوف هذا التقرير ونرجع لكم تالي. دكتور بدر العتيبي، مسي عليك بالخير ونقول لك يا حياك الله معانا في عسيف. مساكم الله بالخير، حياك الله اخي عبد الله، طول عمرك. يا هلا فيك ونورتنا للامانه دكتور، حياك الله. اليوم نبي نتكلم يعني مواضيع وايد مهمه عن المستشفى، طبعا التوسعه الجديده. توسعه العدان بدات من سنه 2015، اللي هو بدا الانشاء في 2015 بتكلفة، طبعا تكلفة الإنشاء هذه تجاوزت 200 مليون دينار. المفروض يتم التسليم في فبراير 2022، بس طبعا لظروف الجائحة اللي مرت فيها البلاد وصار في تأخير في المشروع. نسبة الإنجاز الآن في المشروع تقريبا 80%. تبارك الرحمن، نسبة جيدة. أي نسبة جيدة بالوضع اللي كان فيه موجود. صحيح، لأن قريب السنة تقريبا توقفت يعني العمالة عن العمل والبنيان. أي بسبب الجائحة، جائحة كورونا. المبنى هذا هو ضمن المشاريع التنمية الصحية في البلاد، أسوة بالمستشفيات الأخرى. حوالي مبنى رئيسي، طبعا يتكون من 7 مباني رئيسية. المبنى الرئيسي هو مبنى الأمومة والأطفال والولادة، وهذا يضم حوالي 14 طابق. تم تدشين هذا المبنى أتوقع ولا ما زال؟ لا ما زال. نسبة المباني هذه ما زالت تحت الإنشاء، لم يتم تسليمها. هل راح يكون يعني التسليم تدريجي ولا المبنى كله كامل بكل قطاعاته؟ إن شاء الله نتوقع أنه تتم مع بعض التسليم. في مباني خالصة يعني مثل مبنى العلاج الطبيعي خالص، مبنى بنك الدم هذا من تبرع من الجمعيات، تعاون اتحاد الجمعيات التعاونية، مواقف الطوارئ للحوادث اللي تضم حوالي 1080 سيارة اللي هو بالضبط مقابل مبنى الطوارئ.
زين انا ودي اسال سؤال دكتور. احنا دائما نشتكي، كل الكويت ترى يشتكون ان مستشفى العدان لا يسع هذا العدد وهذه المناطق اللي موجوده. الان تقدر اليوم يعني مثل ما يقولون تقول لنا ان هل هذا المبنى سيسع كل المناطق الموجوده، كل المناطق الجديده، وسيكفي بشكل كامل؟ يعني نقدر ناخذ منك هالبشاره اليوم؟ والله انا انسان متفائل، لكن في الامور هذه لازم الواحد يتكلم بالحقيقه. أي. اولا مستشفى العدان انشئ سنه 86 وبدا العمل في 86. صحيح. وهو المستشفى الوحيد اللي يخدم المنطقه محافظتين اللي هي محافظة مبارك الكبير. صحيح. ومحافظة الأحمدي، ولم يطرأ على الهيكل الرئيسي للمبنى أي تغيير من ذاك الوقت. من ذاك الوقت. الله. والعدد المنطقة تتمدد جنوبا. صح. يعني خذ عندك، كانت قبل يمكن في منطقة الصباحية الرقة كانت خلف المستشفى، ومستشفى يخدم 40,000 نسمة، 30,000 نسمة، لكن المنطقة تمددت الآن بشكل سريع. وصلت الآن مناطق سكنية تجاوز سكانها 30-40 ألف نسمة، تمتد من صباح السالم حتى نويصيب. صحيح. كل ما يقع في هذه المنطقة من حادث أو مريض أو ينزل في هذا المستشفى. صحيح. فهذا تجاوزت نسبة السكان 1,000,000 وربع، فلا يمكن يكون في مستشفى. إذا قد يكون هناك تخوف أن هذا المستشفى الجديد بهذا الحجم وهذه السعة الكبيرة أيضا لن يستوعب. لا لن لن يكفي لهذه المنطقة، لا نحتاج مستشفى آخر. إذا المناطق الجنوبية يحتاجون إلى مستشفى خاص. بالفعل يحتاجون إلى مستشفى آخر مساند. هذا المستشفى لا، حتى التوسعات، هذه التوسعات لأقسام معينة، الأمومة والنساء والأطفال. صحيح. ما هي الأقسام أخرى. صحيح. فبالإضافة لزيادة غرف العمليات إلى علاج الطبيعي، لكن المنطقة بحاجة ماسة وسريعة إلى مستشفى آخر مساند بالطاقة الاستيعابية. صحيح. اللي موجودة في العدان القديم والجديد. صحيح. لأن الأعداد بزيادة والمنطقة تتمدد، المدن السكانية تنشأ بسرعة، والمراكز الصحية أيضا يعني في ضغط على الرعاية الصحية. لو 30 مركز صحي، تجاوزت 30 مركز صحي. صحيح. فهي المنطقة هذه الوحيدة اللي تتمدد في باتجاه الجنوب. فيجب أن يكون هناك مستشفى مساند، وتكلمنا فيها كثير. على الأقل للمناطق الجنوبية. على الأقل المناطق الجنوبية. ولا نعرف ما راح يصير بالمناطق الأخرى، هل راح تكون مناطق سكنية أخرى. صحيح. تنشأ مناطق تتمدد يعني تتمدد المنطقة في هذا في هذا المكان يعني. طبعا دكتور احنا شفنا التقرير، قاعد اتكلم مع دكتور طالب، قاعد نشوف الحين بعد التركيز صار على المبنى الخارجي، يعني نشوف المبنى شكله وايد مرتب، وايد حلو، بناء حديث. فهذا شيء طبعا اكيد للمريض يوم يدخل المستشفى يكون نفسيا مرتاح. الحين من شوي تكلمت عن غرف العمليات، لو تكلمنا مثلا كم عدد غرف العمليات في هذا المستشفى؟ بالإضافة مبنى الجراحة تكون من دور وارضي و21 غرفة عمليات. 21 غرفة عمليات يعتبر عدد جيد. عدد جيد بالإضافة إلى غرف العمليات المبنى الرئيسي. جميل. فهي يعني عدد بالنسبة للمنطقة كويس. جميل. حدثنا الآن دكتور عن مستشفى العدان الآن في هذه اللحظات، في هذه الأيام، هل هناك مشاكل كبيرة حول استقبال المرضى سواء في الطوارئ سواء في العيادات الخارجية؟ قبل فترة صدر قرار فصل منطقة محافظة مبارك الكبير عن العدان. صحيح. وهذا يخفف العبء على تحويلهم على مستشفى العدان. مستشفى العدان يعني تحمل طوال هذه السنوات. صحيح. الضغط الهائل وعدد السكان بالزياد. فالآن القرار الأخير اللي أصدر الدكتور خالد سعيد الوزير السابق بفصل محافظة مبارك الكبير تتبع مستشفى جابر، منطقة مبارك الكبير الصحية. صحيح. تعدادهم يتجاوز 300,000-400,000 يمكن تقريبا منطقة مبارك الكبير. وهذا يخفف شوية طبعا. يعني عدد كبير. عدد كبير، لكن
اللي نواجهه في الطوارئ، طوارئ العدان دائما مزحومة، سواء طوارئ الكبار أو طوارئ الأطفال. صحيح. بأعداد تفوق يعني تفوق طاقة المركز أو المستشفى. يعني احنا مشكلتنا الآن أن المراجعين يضغطون علينا، يجون من منطقة محافظة مبارك الكبير ويقولون لا احنا هذا مستشفانا، ملفاتنا هني، شغلنا هني، طبائنا هني. وفي ناس تعودوا على بعض الدكاترة والأطباء. وفي ناس صحيح. تعودوا على بعض، فهذه مشكلة بعد. احنا لازم أن يصير هني المساعدة من جانب المواطنين. صحيح. الآن على أساس تخفيف العبء على مستشفى العدان، هناك مستشفى جابر يستطيع أن يستوعب الأعداد هذه. مستشفى جابر بعد كبير يعني. إيه مستشفى كبير وفي سعة. فيا حبذا لو أن المواطنين التزموا بهذا التقسيمة. وبالنسبة للملفات وبالنسبة هذه، حنا نكتب تقارير طبية ومفصلة بحالة المريض، يأخذها ويتابع في مستشفى العدان، وإذا طلبوا نقل الملفات ننقلهم. ولكن المفروض أن منطقة مبارك الكبير الصحية الآن نهائيا تتجه إلى مستشفى جابر. وحنا صراحة يعني دائما نوجه المواطنين لهذا الأمر، لأن بصراحة عندنا في العدان ضغط كبير وعدد سكان. للأمانة الآن التحويلات كلها على مستشفى جابر، كل تحويلات المراكز الصحية، المراكز الصحية اللي تابعة محافظة مبارك إلى التحويل كلها تلقائية. صحيح. دكتور، تكلمنا عن عيادة الكلى وآلية العمل في الوقت الحالي. هذا مبنى الكلى عندنا مبنى الخزام، طبعا هذا مبنى خفف معاناة المواطنين في هذه المنطقة. كانوا قبل يروحون لمبارك والأميري لمجرد غسيل، الآن هذا المبنى لدينا غسيل على 4 فترات في المبنى. وطبعا هو المبنى هذا فيه 450 مريض يسوون غسيل كلى، عدد كبير والعدد في ازدياد. العدد في ازدياد، 450 تقريبا نصفهم الغسيل الدموي اللي هو الهيمودا، والنصف الثاني على الغسيل البطني او البريتوني. في عيادات، 3 عيادات تخصصيه لامراض الكلى وغصور الكلى. المركز يدير الدكتور بسام الهلال من الاطباء الاكفاء في مجال الكلى، ويقومون ايضا بتغطيه المستشفى في مرضى الكلى داخل المستشفى في العنايه المركزه وفي الاجنحه بمعدل 60 مريض باليوم يسووا له عمليات. ما شاء الله عدد والله. نعم، عدد كبير بمعدل يعني المرضى اللي في المستشفى. هذا غسيل داخل مستشفى العدان، في داخل المبنى هناك 4 فترات موزعين على 4 فترات. ايضا هناك النية او توجه لفتح مراكز صحية تقوم بعمليات الغسيل تخفيفا عن مركز. صحيح. دكتور بدر، الآن الكل يعلم أن هناك مستشفيات خاصة قامت يعني تنتشر في كل الكويت للأمانة، ومستشفيات يعني خاصة الآن يتجه لها أكثر الناس. خلنا نتكلم إذا على المواطنين اتجاههم على المستشفى الخاص، لأن المستشفى الحكومة مزدحم دائما، مواعيده متأخرة. مع أنه هو يتعنى ويدفع فلوس، لكن يحصل هناك على قولتهم مواعيد أسرع، ما في زحمة. مع أن أنا ترى دائما أقول جودة الطبابة في الكويت أنا أشوفها في الحكومة لا تقل عن الخاص. صحيح. عندنا دكاترة وعندنا مراكز على مستوى عالي صراحة الأمانة، أساسا يعني لا يزعلون من المستشفيات الخاصة. مرات هناك تحويلات من المستشفى الخاص إلى مستشفيات الحكومة. لأن هناك حالات ما تقدر على مستشفيات خاصة. هل عالجتوا هذا الازدحام في المواعيد خاصة في العيادات الخارجية؟ في العيادات الخارجية عندنا عيادات خارجية مختلف التخصصات. صحيح. وحاولنا طبعا نقلل فترات الانتظار. في مبنى الكلى مثلا، مبنى الخزام اللي تكلمنا عنه، المواعيد الإلكترونية، وبعدين يعني خلال اليوم يومين يعني ما في انتظار. ممتاز. هذا بالنسبة لعيادات الكلى. جميل. ومراجعين 40 مريض يومي. تبارك الله. ومواعيدهم سريعة. في العيادات الأخرى اللي هي العظام والجراحة
قللناها يعني الآن، قبل كانت بالأشهر مع العدد الضخم اللي موجود عندنا. صحيح. العدد يعني احنا حطينا عيادات حتى مسائية، خلينا المسائية للوافدين والعيادات الصباحية للكويتيين، فخفت فترات طبعًا الانتظار. طبعا اكيد خف العدد الى اسبوعين ثلاثة. طبعا ما يعني نحتاج مثل ما قلت الى مستشفيات مساندة ومراكز طبية اخرى بالاضافة الى هذا. ان شاء الله الخير بإقبال مثل ما يقولون. ان شاء الله ان شاء الله. واما بالنسبة للكفاءات فعندنا الكفاءات الكويتية. صحيح. لا وبل مستشفى العدان هو متميز بالطواقم الطبية، كفاءة الطواقم الطبية. صحيح. اللي في العدان يعني مهما تسمع من يمكن تسمع السوشيال ميديا أكثر ما يتكلمون عدان والهجوم مركز لأن الشغل أكثر عندنا. لا للأمانة الضغط على العدان، الضغط على العدان، فالضغط على العدان لكن كجودة لكن الأطباء جودة لا ما شاء الله. جودة أولا أكثر يعني الطواقم الطبية اللي عندنا من المتميزين الأطباء. صحيح. يعني عندنا حازوا على جوائز واعتماد واعترافات عالمية. كفاءتهم. خذ لك مثلا الدكتورة هدى الفودري بقيادة العناية المركزة مع الدكتور محمد شمسا حصلوا على اعتماد منظمة الإلسو العالمية اللي هي دعم الجسم، دعم الأجهزة خارج الجسم، واللي هو جهاز الإكمو اللي هو الجهاز الرئة والقلب الصناعي. موجود من 3 سنوات بدأوا بتدريب بإنشاء برنامج تدريبي، دربوا أكثر من 250 عضو ما شاء الله في هذا البرنامج من مختلف التخصصات، وحازوا على اعتماد هذه المنظمة العالمية، وهي الآن بالنسبة للمستشفى العدان والعناية المركزة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والسابعة عالميا ما شاء الله في هذا الاعتماد. هذا أقول لك في عندنا في العدان بس الـ يعني ما حد قاعد يبرز الأمور هذه بشكل واضح. عندك عيادة أو قسم النساء والولادة الدكتورة عبير الذايدي من الطبيبات القديرات في مجال النساء والولادة، وهي الآن رئيسة اللجنة الكويتية في أمراض الكلية الملكية لأطباء النساء في شهر يونيو اللي طاف، رشحوها لرئاسة اللجنة الكويتية. استخدمت أكثر من 20 طبيب زائر في العدان وقاموا ب300 عملية جراحية نسائية. عدد كبير. أنشأت فرق للمناظير الرحمية والبطنية. أنشأت عيادات متخصصة في المسالك البولية النسائية ومساعدة على الإنجاب، ترميم عظام الحوض، عيادات متخصصة كلها قامت فيها في القسم هذا مجهود الأطباء اللي معاها. أسأل الله يواليهم العافية. أيضا الدكتورة نيران نقيب في قسم الأطفال حصل مستشفى الطفل عدان صديق الطفل 4 سنوات متتالية، وصديق الخدج أطفال الخدج لسنتين متواليات. العدان مستشفى العدان هو اللي حصل. صحيح. على هذا. وعيادات العيون أيضا، وعيادات العيون، عيادات المسالك البولية الدكتور مصطفى المحميد حصل على جائزة السلامة لعام 2021 في المسالك البولية. قلل فترات الانتظار لمناظير المثانة بدال ما 4 أسابيع خلاها لأسبوعين. جميل. يعني عندنا الطاقم الطبي في العدان. صحيح. يعني الناس ما تنظر للإنجازات اللي قاعدين يسوونها. صحيح. الطوارئ عندنا فريق طوارئ يعني يقوم بعمل جبار. جميل. بالنسبة لهذه الأعداد وهذا اللي تراجعون في الطوارئ في العدان وفي الأطفال. يعني لو لا يوجد مستشفى في الكويت أنا أتوقع بهذه الطاقات أكبر يعني. رقم قياسي يعني طوارئ العدان. نعم. صحيح. صحيح. نعم. والعدد نفس ما ذكرت عدد كبير مو نعم. عدد قليل. بس إن شاء الله بعد يسمعون المواطنين ويخفون بالنسبة ترى احنا عيال محافظة مبارك يروحون بس احنا دكتور عيال المنطقة العاشرة ترى ما ندلع ما نروح المستشفى بس العدد كبير وحتى المستشفيات الخاصة تحول علينا حالات يعني مش حتى حالات صحيح. الأطفال الخدج الأطفال مستشفيات اللي هي مالت الولادة واللي فيها بعض الحالات الأشياء الحلوة التحول. بس بالأخير يتصلون فينا وحولوا كل حالات الأطفال الخدج اللي في الشيش اللي في المستشفيات الخاصة صدقت. كلها تحول في العدان صدقت. ونقوم بعلاجها
مشي ما تقصرون ما تقصرون يعني أي أطفال في المستشفيات الخاصة على طول يتحولون على طول يتصلون فينا أهالي يا معود العداد يعد والحساب حسابة تحسب وحنا ناخذ نستقبلهم ما نرفض كويتيين ما نرفض أصلا المواطنين سواء كويتيين أو غير كويتيين حنا وظيفتنا نستقبل الجميع لكن إن شاء الله أن الجميع يفتح صدره لنا أكيد وما كل ساعة بالعدان والعدان لو يشوفون الشغل يقومون فيه أطباء العدان والتمريض اللي في العدان ولا لا دكتور يعني تحدث أخطاء أكيد دكتور بدر يعني أنت شوف لما تسمع هذا وارد لكن لا ننسى الجانب الإيجابي صحيح السوشيال ميديا يعني أخذوا خل يعني الناس ما ما تقيم يعني بشكل مضبوط إحنا نشوف بطريقة أخرى يعني ونقيم ونعرف أن مستشفى العدان يعني مستشفيات العريقة الأمانة قدمت الكثير والكثير من الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين. خلنا نطلع فاصل ورايحك دكتور شوية ونرجع لك تعالي. أنا رحت. نطلع فاصل. يعطيك العافية دكتور بدر العتيبي مدير مستشفى العدان رحب فيك مرة ثانية. ودنا نتكلم دكتور عن موضوع نقل عيادة الأطفال من مستشفى عدان إلى الكو إيو سي القديم. حدثنا عن الموضوع أتوقع هذا صار من فترة يعني وجيزة من صار سنة فترة تقريبا. طبعاً قبل ما وصل كان موجود مستشفى الأطفال نقل إلى عشان جائحة كورونا نقلوا إلى مستشفى الصفات مستشفى الكويت اللي وظل فترة هناك بعدين نقلوا إلى مستشفى الكيوسي القديم جميل ونقلنا الأطفال أغلبيتهم هناك الطوارئ والأجنحة المبنى كله دكتور خذيته إلى الأطفال الأطفال مبنى جزء منه للأطفال يعني أخذنا جزء من مبنى الكؤوسي للأطفال جميل والآن هو في طوارئ العدان الأطفال وفي أجنحة الأطفال اللي هذا يدخلون المستشفى هناك بس جزء من المستشفى مو جميل. كل دكتور طبعا تكلمت اكثر من عيادات خارجيه بس ايضا نبي نتكلم عن عياده الاسنان انا اعتقد بالنسبه للاسنان هو ما يتبع مستشفى العدان مركز طب العدان للاسنان او المناطق تتبع اداره منفصله عن اداره العدان يمكن يمكن عيادات الأسنان تتبع الرعاية الصحية الأولية المستوصفات وهذا يفيدونكم فيهم هم الرعاية الصحية الأولية المسؤولون عن المراكز صحيح صحيح عندكم الدكتور عبد الله إبراهيم هو رئيس مركز طب عيادات الأسنان اللي في المنطقة مع الدكتور رئيس الرعاية الصحية الأولية الدكتور فهد فالح العازم جميل دكتور طبعا نفس ما ذكرت من شوي في المستشفى التوسعة الجديدة في أقسام وايد يعني راح تتحول أو هل في قسم جديد ممكن راح يصير جديد بالمبنى المبنى الرئيسي مبنى الأمومة والأطفال والنساء بالإضافة إلى مبنى الجراحة زيادة الغرف العمليات الجراحية 21 غرفة عملية مثل ما شفتوا في التقرير عندنا مبنى العلاج الطبيعي هو مبنى منفصل بذاته مو قسم جزء داخل المبنى لا منفصل بروح منفصل مبنى أدوار أربع أدوار ودور أرضي وسرداب مواقف سيارات يتسع إلى 590 سيارة عدد كبير بعد في مواقف لهم أيضا تسع إلى أكثر من 1000 سيارة ثلاث حمامات سباحة العلاج المائي جميل مبنى ضخم وأعتقد انتهى العمل فيه بس الحين لم يتم استلامه عندنا مبنى المخازن الاستراتيجية اللي هي هذا مهم جدا هذا حق المخازن صحيح. الأدوية وكذا فرح المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة مخازنات الأدوية الأدوية ومخازن المستودعات الطبية تبع المستودعات صحيح. الطبية جميل دكتور بدر شنو قصة غرفة خمسة لها قصة ترى ما أدري والله قالوا لي اسأل الدكتور عن غرفة خمسة حنا طبعا توجيهات ومن حتى من فترة من عموما بالنسبة لي أنه دائما نستقبل المراجعين في أي وقت صحيح وبابنا مفتوح لاستقبال المراجعين من ندخل المكتب إلى نغادر المكتب يكونون صافين بالدور يدخلون واحد واحد اثنين نخلصهم استفسارات معينة استفسارات شكاوي معينة شكاوى صحيح في ناس تجي عشان شكاوي تشكي عليها ف
فاحنا خلينا غرفة خمسة هذه اللي وراء حق الشكاوي. يعني إذا واحد جاي يقول شكوى عشان ما ضيع وقته وضيع وقت المراجعين اللي وراء أشوفهم. حلو. لأني لازم أخلص الناس اللي قاعدة. صحيح. سواء كبار سن، معاقين، على ويلتشير، فما يقدر ينطر على ما هذا يقعد يشرح لي شغل شكوى. يعني مرات الشكاوي ما هي كلها 100% يعني. صحيح. ولكن لازم نسمعها أكيد. وحتى أطمن المراجع أقول له غرفة خمسة حياك، سجل شكوتك. اكتب رقمك، أنا راح أحولها إلى يعني فضفض اللي بقلبك كله بغرفة خمسة إلى المسؤول، المسؤولين، والمسؤولين للأمانة. صحيح. العدان متجاوبين. جميل. يردون على الإفادات. نشوفها بعضها يعني كان لهم عذر في هذا اللي صار، وبعدين يعني نوجههم، وباحثين قانونيين ينظرون ايضا في الشكاوي هذه، واذا في خطا من احد يعني يتحمل هذا الخطا، يتحمل الخطا ويتعاقب. جميل. فهذه غرفة خمسة للشكاوي يعني. بدل ما تقعد ساعة تقول والمريض ينطر وهذا ينطر ويبقى الله لا يجيبنا بغرفة خمسة ان شاء الله. اي والله. امين. دكتور طبعا تكلمنا عن مواضيع وايد، بس اذا بنتكلم يعني على الزحمه ونفس ما ذكرت في مواعيد مختلفه، هل في الوقت الحالي الساعه السريريه في مستشفى العدان يعني حاليا ما عليها اي اشكال، ما في اي ضغوطات عليها الساعه السريريه؟ لا عليها ضغوطات، ما ضغوطات زال كبيره. لا عدان في حجمه لم يتغير، يعني هذه كان الزحمه اكثر ايام جائحه كورونا، كان ضغط كبير. طبعا جائحه كورونا الناس صارت تخاف تروح المستشفى. صحيح. صار، لكن بعد ما راحت الجائحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، بدأنا يعني ناخذ ضغط على المستشفى. هو الضغط قاعد يزيد على المستشفى. ما يتغير الهيكل، 800 سرير يمكن في موجود بالكلية يعني، لكن ما في توسعة. يعني احنا نتوقع المبنى المباني التوسعة الأمرية لما تخف شوية نستقل الأماكن اللي فضت في المبنى القديم. وأعتقد أنه المبنى القديم يحتاج إلى ترميم. ترميم أكيد يعني، أكيد من سنة 86 يعني انقضى العمر. صحيح. و... لا بعدين مثل مباني المستشفيات هذه عليها ضغط كثير، آلاف الناس تدخل وتطلع وتستخدم كل هذه المرافق. دكتور قسم الطوارئ في مستشفى العدان يعني يغطي مناطق كبيرة ويغطي خطوط خلينا نقول السريعة كلها، أي حادث كان لا سمح الله من خلينا نقول بداية المنطقة العاشرة، خلينا نقول المبارك الكبير الآن تحولت إلى مستشفى جابر، إلى منطقة الخيران والشاليهات والبر، كل هذه عندكم في الطوارئ؟ نعم كلها يعني تنزل. أكيد الوضع ترى صعب. لا ما ذكرت أنت أيضا الشاليهات. صحيح. المزارع بالضبط، الجواخير، الاسطبلات، وموسم البر الآن، المخيمات. صحيح. والشركات العاملة في جنوب البلاد، الشركات النفطية بالضبط، كلها عندكم. كل حوادثهم حوادث سيارات، مرات يجينا باص عمال 9-10 كلهم حادث شنيع. لا حول الله. ويدخلون وترسون العنايات المركزة، ترسون الطوارئ. صحيح. هذا غير الحوادث السيارات للمواطنين، الله يحفظ هذا. صراحة معاناة يعني تعيشونها في طوارئ العدن. نعم يعني عندنا يعني ما أقول لك إن ما في فترة استراحة الأطباء، علشان كذي الأطباء يتعرضون لضغط رهيب، وهذا اللي المفروض يعني الناس تقدر شغلهم. صحيح. وتحاول تساعدهم وتخفف. صحيح. عنهم. لا بل بعضهم تشاجرون معهم، يتمادى على اللي بعضهم يتمادون عليهم، بعضهم يعني ما يقدرون الخدمة اللي قاعدين يقومون فيها. صحيح. يعني هذولا قاعدين يقدمون خدمة جليلة، وفي مكان عدد الناس رهيب. على هالطاري دكتور بدر، ما أشوف أنا مثلا رجال الأمن متواجدين في المستشفيات، يعني ما أتوقع في تعاون ما بينكم وبين وزارة الداخلية. وايد سمعنا أن مثلا في مريض تعدى على طبيب، في مريض تعدى حتى على مريض آخر. أعتقد هذه أخذتها الجمعية الطبية على عاتقها، حماية الأطباء، طلعوا قوانين وعرضوا على مجسمة تشريعات لتغليظ العقوبات على الاعتداء على الأطباء. حنا عند بالنسبة المفروض تكون يعني، وهذا يعني على الأقل مستشفى العدان تكون في دورية ثابتة، وأتوقع محافظة الحمدي مو مقصرة في هذا الموضوع. يعني حنا ليس دورية الأمن، نريد
نقطة أمنية ثابتة. بالضبط. ولهم كل الصلاحيات. صحيح، هذا اللي نقوله. يكونون يتعاملون مع المواقف اللي يتعرضون لها الأطباء. صحيح. والمشاجرات اللي تحدث في العدام من الناس، اللي لما تصير مشاجرة، لما تصير، يجب أن يكون نقطة أمنية ثابتة بأعداد كافية. بالضبط. وأن يتخذ تتخذ قرارات منهم. لأن دكتور ريهام تدرين بعض المشاجرات تصير برا وتوصل لي داخل المستشفى أيضا. صحيح. يكملونها يتهاوشون داخل المستشفى. أنا ما تعالفرق، ما أبالغ إذا قلتك يجب أن تكون قوات خاصة. صحيح. نعم. صحيح. تكون قوات خاصة في المستشفيات. جميل، هذا الرسالة اللي أنا قاعد، خصوصا أنا أتكلم عن عدان لأن منطقة تعرف ضخمة. صحيح. عندنا مركز طواري الصباح الأحمد. هناك أيضا مشاكل تحدث منها، يجب أن تكون قوات خاصة. صحيح. لي كلهم وحدة ثابتة موجودة فيه. لأنك إذا تعتدي على طبيب أو ممرضة، صحيح، من اللي بينتبه للمواطنين اللي ورا جايين يبون يتعالجون؟ الله يعينهم موظفين العلاقات العامة، يعني موظفين مو مسؤوليتهم هذه، لكن هم قاعد يقومون. لا لا، يعني نقطة أمنية أو قوات خاصة أمنية تقوم بالعمل هذا وتمنع الأمور هذه، أو تتحكم في الوضع لما يكون يخرج عن السيطرة، وحماية للأطباء والممرضين. كلامك صحيح دكتور، يعني إن شاء الله رسالة توصل ويكون في أكيد أمن الجميع. رسالة أخيرة حابة تقولها قبل أن نختم معك حوارنا؟ أولا أتكلم أنا بالنسبة عن مستشفى العدالة، لأن اشتغلت في فترات متقاربة، يعني فترات سابقة وفترات حالية. صحيح. ما زال مستشفى العدان الكثافة السكانية بازدياد على العدان، والضغط على الأطباء والممرضين، والجهد اللي يقومون فيه جهد جبار. صحيح. يعطيهم العافية أكيد. وحتى يعني أنا أوجه كلمة للمواطنين، يعني مواطنين منطقة الأحمدية، أهالينا، هم أهالينا وأصدقائنا، وأنا من ابن المنطقة يعني. فأقول إنهم يتعاونون مع إدارة المستشفى، يتعاونون مع الأطقم الطبية، مع الأطباء، وأي مشكلة تواجه أي مواطن فبابنا مفتوح لجميع المواطنين. يعني هذا حسب بعد هم توجيهات سيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف حفظه الله، وتوجيهات والدنا أبونا ولي العهد والأمير حفظهم الله. فحنا فاتحين أبوابنا لأي شكوى. جميل. لا تتكلمون ما أدري السوشيال ميديا والكلام في هذا، أبوابنا مفتوحة، يجون في أي وقت ونحل مشاكلهم ويحاولون يساعدونا. وتكلمت عن أهالي محافظة مبارك الكبير، الآن مستشفى جابر. صحيح، راح يعني يحمل جزء كبير، يحمل الجزء هذا، فأفضلهم حتى يقللون فترة الانتظار لهم والزحمة في العدان. فهناك مستشفى أيضا يخدمهم نفس الطاقم، كفاءة الطاقم الطبية. أسأل الله يواليكم الصحة والعافية وتكونون دائما ذخر لنا. كل الشكر لك دكتور بدر العتيبي مدير مستشفى العدان على وجودك اليوم معنا وإتاحة الفرصة لنا للحديث معك عن مستشفى العدان والمعاناة اللي قاعد يعني هذا المستشفى اللي أعطى الكثير كثير من الثمانينات لكل خلينا نقول المواطنين المقيمين للمنطقة العاشرة. كل الشكر لك دكتور بدر. شكرا. عفوا، شكرا جزيلا لاستضافتنا وتبيان الأشياء عن مستشفى العدان. هذا المستشفى اللي دائما يطلع في الصور في الأخبار، دائما يتصدر عناوين الأخبار. صحيح. كل الشكر لوجودك معنا دكتور، يعطيك العافية. مشاهدينا مستمرين معاكم ومع فقرة منشن.